الله تعالى وبركاته. يومكم سعيد صغاري الأعزاء. درسنا لهذا اليوم الخميس 18 من يونيو 2020 سيكون في مكون التعبير الكتابي، ولازلنا في أسبوع التقويم والدعم للوحدة السادسة مجال الحفلات والأعياد. الآن لاحظوا معي هنا السؤال الأول يقول: أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. لدي هنا مجموعة من الكلمات: الأهل، الحلويات، المصلى، ملابسي، باكرا المساء. لدي هنا مجموعة من الجمل تنقصها هذه الكلمات. الجملة الأولى: قدمت لهم أمي أشهى. سأبحث عن الكلمة المناسبة لهذا الفراغ وأكتبها هنا: في فراغ، زارنا فراغ، لتهنئتنا بالعيد. الجملة الثالثة: استحممت وارتديت فراغ، الجديدة. الجملة الرابعة: استيقظت صباح العيد فراغ. الجملة الخامسة: لأنني سأرافق أبي إلى فراغ، لأداء صلاة العيد. الجملة الأخيرة: رحبنا بهم. هذه الجملة لا ينقصها شيء. إذا نمر للسؤال الثاني: أرتب الجمل باستعمال الأرقام من 1 إلى 6. إذا لاحظتم معي هذه الجمل هي نفس الجمل السابقة التي قمنا بملء فراغها، هي نفسها. إذا سوف أقوم بترتيبها من 1 إلى 6. سأضع الرقم 1 في الجملة الأولى والرقم 2 في الجملة الثانية وهكذا. وأخيرا السؤال الثالث: أربط بين الجمل لأكون فقرة. إذا نفس الجمل السابقة، هذه الجمل سوف أقوم بالربط بينها بعد ترتيبها لأكون فقرة. إذا عندما سأقوم بالربط بينها لا أنسى أدوات الربط وعلامات الترقيم. وشكرا على حسن تتبعكم، وإلى درس آخر بإذن الله.